دكتور محمد، هو فعلا ممكن يكون الناس اللي بتنصح بيطلع فيهم رأي او اتنين كويس، فبعض الناس هتقول لحضرتك لا، ما انا بدخل على فكرة الجروب وبسمع اراء ايجابية، خطر دي كمان؟ بس انا هقول لك حاجة، هو طبعا اكيد برضو اللي بيقول رأيه هو بيتكلم من وجهة نظره، واكيد علشان انا اعرف ودي حل المشكلة انا لازم اعرف تفاصيل المشكلة. ايوه، يعني ده بالظبط هيسأل حضرتك، ايه الفرق بين جلسة مشورة وما بين رأي كده اتقال على السوشيال يعني ميديا؟ انا رأيي اتقال على السوشيال ميديا هو اتقال من غير دراسة، هو اتقال من غير ما اعرف تفاصيل. انت بتكلميني في مشكلة تخصك، هل ينفع ان انا ابدأ معاكي من النهاية واقول لك اعملي كذا كذا من غير ما اعرف التفاصيل؟ طبعا، لان كل تفصيل بتوصل لتفصيله تانية ومهمه جدا وفارقه في حياه الانسان، ومن غير ما اسمع للطرف التاني، ولازم الطرف التاني يبقى عنده قصه تانية خالص، ولازم اسمع الطرف التاني. وغير كده كمان حتى كمان الاهتمام بالتفاصيل ده مهم جدا. قصه ان انا اخد المشكله من على السطح كده واقول للشخص اعمل الحاجه الفلانيه، يبقى انا القرار بتاعي بنسبه كبيره مش هيكون ساقط، يبقى انا بضره. زي ما قلت لك ان الستات تفاصيلها كتير، يعني الست لو في مشكله مع جوزها عندها مشكله، لو بتربي ولادها عايزه تعرف تربيهم ازاي، فده اللي بيخليها ان هي تلجا كتير للجروبس والحاجات دي والصفحات دي، فتبدا تاخد معلومات غلط. فالمعلومات الغلط دي لما تاخدها، ولو هي من الشخصيات اللي بتتاثر بالسلب بسرعه، هتاخدها تنقلها جوه البيت. يبقى انا بطبق طرق وانظمه غلط او قواعد او شروط غلط ما تمشيش مع بيتي، اتعلمتها اصلا من مصادر غلط. ما ينفعش. ممكن يكون الشخصيه اللي هي كانت كاتبه تجربتها، انت بتحكي تجربتك تحترم ما فيش مشكله، بس دي تجربتك انت، تمشي على طبيعتك وحياتك وجوزك وولادك وشغلك بيرفكت، حاجه حلوه. ده بينبع ده بيسقفوا لها ويا ريت كل الستات معايا انا كده. معايا انا ما تمشيش معايا، لانها ممكن يكون فيها جزء منها ممكن يدمر لي. ليه بقى؟ انا ممكن لما يجي لي حد زوج وزوجه ممكن اديهم حاجات تشتغلوا عليها، لو نفس الحاجات دي اديتها لزوج وزوجه تانيين ما تنفعش معاهم، عشان الزوج والزوجه دول ليهم طبيعه فروق فرديه، وهنا ليهم طبيعه فروق فرديه، فاللي اديته هنا يفشل هنا. ليه بقى؟ حسب طبيعه الفروق الفرديه ما بين الطرفين. ومن هنا كانت المشوره مهمه جدا، الجلسات اللي الراجل ومراته يروحوا يستشير متخصص مهم ومفيده، يعني وبيعدوا على مراحل معينه، يعني مش مجرد جلسه سطحيه بنقعد قاعده، ده بتعدي على مراحل كتير وتخصصات تانية. طيب، يعني تتفرع، يعني احنا كأننا خدنا الحاجة الحلوة وسطحناها. يعني فكرة ان انا اخد رأي حد تاني دي حاجة كويسة على فكرة.